كلما طال الزمن احنا بنشوف الحمد لله شبابنا متمسكين بارضنا وبدافعوا لحتى اخر قطره من دمهم. نحن من غزه نفتخر جدا بهذا العمل وهذا البطوله وهذا الشهيد المجاهد البطل، ويكون ان شاء الله هناك بيت عزاء في غزه في 3 أيام في بيت الشهيد المجاهد ابو محمد الجعبري اكراما لهذا الشهيد الذي لقن العدو السندس. طبعا رسالتي راح تكون مش للشهيد خصيصا للجعبري، راح تكون رسالتي لاهل الخليل بشكل عام، نحن ايدينا معهم، اهل غزه كلنا مع الخليل، نحن شعب واحد ليس عباره عن مدن متفرقه، انما نحن شعب واحد، فلسطين هي ارض واحده لشعب فلسطيني واحد. هذا الشيء يثرج الصدور، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظهم ويكثر من المقاومين. العمليه هذه زي ما تقول بردت على قلوب كل واحد من قطاع غزة، ودخلت الفرحة على كل بيت من بيوت غزة، وإن شاء الله يا رب الكل يضل ماشي على هذا النهج، نهج المقاومة والجهاد في فلسطين. بتلاقي قلبهم قوي يعملوا عملية، والله لو احنا هناك لفرجناهم، بس احنا خلينا في غزة وبيجي كل واحد له يومه، وإن شاء الله راح نحارب فلسطين وغصب عن الاحتلال، لأن الاحتلال هذا مش احتلال، هذا بدنا ندعس على راسه دعس. محمد رسالته ورسالة كل فلسطيني له، محمد فاز وحصل أعلى مرتبة ممكن احنا ممكن أي حد فينا يحصل ولا ينولها، يمكن الفاصل بس بضل بيننا وبينه إنه احنا تقريبا أضيق علينا موضوع الشهادة منه، هو بالتحام، وأنا هذه رسالتي لكل واحد غادي تقريبا زي محمد، بكرة أخطو خطوتك، بلش فكر فيها ونفذ، احنا عملنا فيكم يعني انتوا الالتحام المباشر عند اليهود، اي حركه فيكم انتوا بتقاتلوا وتقاتلكم قوي.